انا عدوني تمتد. على وجهك. اسمها توفيق صديقه سعاد العبد الله في رمضان. حتحس انها باهتيه. شوفي عندك شيء جديد هلا برمضان؟ حشوفك برمضان ان شاء الله. عندي مسلسل مع شركة المها أستاذ محمد الضفيري، وعندي مع الأستاذ سعد عبد الله إنه مسلسل لرمضان إن شاء الله تشوفوا شيء جميل يعني. وبعملها مع شركة المها راح تكون إلى جانب صالح الملا، وحنشوفها بدور أم اللي هي مش بس مطحونة، هي يعني مصدومة بعيالها، مصدومة يعني بعدنا احنا بنحضر يعني. اما بالعمل الثاني راح تكون قريبه من سعاد العبد الله. سعاد عبد الله طبعا احنا المفروض صديقات، والقصه من غير ما نكشف التفاصيل. وهالتفاصيل الصغيره كشفت عنها خلال مشاركتها بمنتدى الاتصال الحكومي اللي صار بالشارقه بجلسه الدراما ما بين البناء الفكري واللغوي، واللي حكوا فيها عن المشاكل اللي بتصير بالدراما. برايك في مشاكل بالدراما فعلا؟ طبعا في كتير، في بعض الاعمال حرام يعني حنستثنيها، مش حذكر اي عمل بالاسم. في بعض الاعمال يعني ليس لها علاقه بنا على الاطلاق، فاخذ الهويه على يعني فقط تقدر تقول يعني مجرد انتاج تلفزيوني. وبما انه عم نحكي عن الانتاجات فكان لازم ناخذ رايها بالانتاجات الغربيه. عم بيكون مسلسل تركي مختبص بيتحول للعربي ولا عم؟ مش بس التركي، في الإسباني بياخدوا عن الإسباني، في بياخدوا عن بعضهم أخذ عن مسلسلات إيطالية. يمكن إحنا العرب ما عم نتابع هاي المسلسلات الإسبانية الأجنبية، بس عم نتابع تركي لأنه عم بيكون مدبلج، فهاي المسلسلات التركية عم تتحول للعربي، وهلأ حاليا عم بيقولوا إنه في مسلسل حيتحول سعودي. شو رأيك أنت بهذا الشيء؟ لا طبعا أنا ضد يعني إذا أنت عايز تقتبس مثلا قصة إنسانية على سبيل المثال وليس الحصر. طبعا أنا يمكن أقول مثال الجيل الحالي يمكن يعرفوا أو ما يعرفوش، مثلا رواية البؤساء. هذه رواية البؤساء ممكن أنا أكوتها، ممكن أنا أمصرها، ممكن أسعودها، لكن مسلسل مكسيكي وانت عارف طبعا عندهم أشياء كثيرة مختلفة عنا كقيمة كمعتقد كأشياء كثيرة يعني كعادات كتقاليد، رح تحس انها باهت يعني. انا عدوني تمتد. على وجهك.